وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير. برحب بحضرتك معي عبر شاشتين أستاذ أسامة. أهلا بكم. أهلا بحضرتك. إذن في إطار التحرك الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، يعقد اليوم مجلس الأمن جلسة منفصلة للتصويت على طلب دولة فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وفي الأثناء كان هناك حديث عن طلب أمريكي من القيادة الفلسطينية من القيادة الأمريكية للقيادة الفلسطينية بسحب مشروع هذا القرار. لماذا إذن تطالب الولايات المتحدة بهكذا خطوة وهي أساس لحل الدولتين؟ هذا هو النفاق السياسي تماما في الوقت الذي تدعي به ضعي خطين تحت كلمة ادعاء أنها تتبنى حل الدولتين وتدعم حل الدولتين، في الوقت نفسه ترفض انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة العضوية الكاملة، وعارضت قبل ذلك واستخدمت الفيتو ضد ذلك بالعام 2011 عندما فشلنا في الحصول على العضوية الكاملة، وذهبنا بالعام 2012 وحصلنا على العضوية بصفة مراقب بأغلبية 139 صوت من 193 صوت أعضاء في الأمم المتحدة. الآن تكرس الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عدوا للشعب الفلسطيني تماما، إذ تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية وفقا للقانون الأمريكي إرهابية، بينما تدعم إسرائيل بكل الوسائل في الإبادة الجماعية على قطاع غزة وفي كل مشاريعها لتعميق الاحتلال وتأبيده في الضفة الغربية وخاصة في القدس. والادعاءات اللفظية التي يتحدث بها بايدن هو من أجل دغدغة المشاعر الداخلية، تبنيه لحل الدولتين وأنه يريد إدخال الغذاء والمساعدات إلى قطاع غزة من أجل الوضع الانتخابي الداخلي. أما حقيقة الموقف الأمريكي هو ما سيصدر عنها الليلة، سواء كان من خلال الضغوطات أولا على القيادة الفلسطينية لسحب المشروع وهذا رفضناه مطلقا، أو من خلال الضغط على أعضاء في مجلس الأمن من أجل عدم التصويت لصالح المشروع الفلسطيني العربي، أو استخدام الفيتو إذا ما اضطرت إلى أن تستخدمه بعد مرور 9 أعضاء للتصويت معه. إذن الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن موقفها مسبقا من خلال مندوبتها في الأمم المتحدة منذ يومين التي أكدت أنها ستستخدم كل الوسائل لإفشال المشروع. هذا يعني أن ما تتحدث به الولايات المتحدة الأمريكية عن حل الدولتين كذبا ونفاقا سياسيا وحماية لإسرائيل ولمصالحها في المنطقة، ولا تريد الحل بالمطلق. نحن حقيقة كقيادة فلسطينية وكشعب فلسطيني نواجه ليس إسرائيل والحركة الصهيونية فقط، بل نواجه من وراءهم الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت 44 فيتو ضد حقوق الشعب الفلسطيني منذ العام 67 إلى اليوم. في هذا السياق أستاذ أسامة، تحدثت اليوم تقارير أمريكية إسرائيلية عن ما قيل أنه اتفاق بدخول إسرائيل إلى رفح الفلسطينية مقابل عدم الرد على إيران. كيف تنظرون إلى هذه التقارير وهذه التطورات وخطورة أيضا هذا الاجتياح، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية في قطاع غزة الذي يعاني منذ نحو 6 أشهر؟ باسم الرئاسة الفلسطينية صدر اليوم بيان، وباسم حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية أيضا بيان آخر، ومن كل القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية أكدنا فيه تماما رفضنا القاطع لأي مقايضات سياسية في المنطقة أو دولية على حساب الدم الفلسطيني، وأي اجتياح لرفح هذا يعني كارثة إنسانية تضاف إلى الكوارث والإبادة الجماعية التي بدأت منذ 8 أكتوبر وكانت مستمرة منذ العام 48 إلى هذا اليوم، لم تتوقف يوما واحدا عن قتل الشعب الفلسطيني. ولكن اجتياح رفح الموجود في أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يعني تكريس وقرار أمريكي إسرائيلي للإبادة الجماعية ولسفك دماء أطفالنا ونسائنا وشيوخنا في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية شريك لإسرائيل في المال والسلاح والتغطية، وإذا ما صحت هذه التسريبات الإعلامية التي سمعناها من العديد من وسائل الإعلام، مقايضة ضربة خفيفة أو عدم الرد على إيران
مقابل الضوء الأخضر لاجتياح رفح، نرفض المقايضات على حساب دماء شعبنا الفلسطيني أولا، وهذا يعتبر شراكة كاملة. لا يعني ذلك أن أمريكا لم تكن شريكة، بل شريكة، ولكن هذا أكثر دموية وأكثر، لأنها أعطتها الضوء الأخضر بشكل متفق عليه من أجل اجتياح رفح، المنطقة الأكثر حساسية والأكثر اكتظاظا في العالم كله وليس في فلسطين وحدها. هذا يعني أن أي طفل فلسطيني يذبح هو بقرار أمريكي وموافقة ومباركة أمريكية. نرفض هذا الكلام تماما، عليهم حل القضايا الأخرى بعيدا عن الدماء الفلسطينية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير، شكرا جزيلا لك.